وزير الرياضة والخطط والفنون في المدينة إلى إقامة مدرسة لكرة القدم يتعلم فيها زهاء 180 من الأولاد بين سن 9 و14 سنة. الثقافة في مدينة الليل. هذه المبادرة تتمثل بإقامة مدرسة لتعليم كرة القدم للأولاد والشبيبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 و14. وردت 180 مشتركا يتدربون منذ حوالي سنة مع عدد من المدربين المحليين 4 مرات في الأسبوع، يلاعبون الكرة ويستمعون من مدربيهم إلى التعليمات المطلوبة. أسعد، شو اللي دفعكم لإقامة رياضة أصلا؟ الصراحة نتيجة الإهمال اللي كان بالنسبة للشباب بالأخص للجيل الصاعد، فاجتمعنا عدة شباب من البيت وشفنا إنه إذا زي ما بقول ما تقدر تحط جلدة بالرياضة، فأقمنا جمعية اللي أهم هدفها هو موضوع الرياضة وإقامة المدرسة لكرة القدم. هذا الكم من المشاركين قسموا إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى وتضم أولاد في 9 و10 من أعمارهم، ويشرف على تدريبهم المدرب إسماعيل زيناتي الذي يحرص على تقديم الأسس الأولى والمفاهيم العامة المحيطة بهذه اللعبة، بالإضافة إلى تطوير القدرات الرياضية لكل مشارك. عادل، ليش أجيك على مدرسة كرة القدم؟ لأني بحب كرة القدم. بس عشان تحب كرة القدم؟ ولما تكبر وتصير لك سنين كثير وانا بدك تصير لعيب فوتبول مشهور؟ نعم. زي مين مثلا؟ إيجور شيبيل. زي مين؟ إيجور شيبيل. محمد موسى وأحمد موسى بتعرف هنش؟ نعم، هون بعرف. طيب كيف تصير زي واحد مثلا؟ أحمد موسى. لما معك أولاد جيل 19 سنة زي مولد المولد، إيش بتعلمهم؟ قبل ما نعلمهم الفوتبول من نوعان الأخلاق والأشياء اللي حوالين الفوتبول، قبل ما يبدأ يسكر الفوتبول بنقعد كثير جلسات نتحدث معهم ايش اللي هو الفوتبول وكيف الناس بتحبهم ونخشش لهم حب الرياضة. لو الواحد فيهم يعني يومه مش كان ما كانش عنده القدرات الكروية يقدر يحب الفوتبول ويصير بعض يتعرف بما انه يقدر لما بتيجي رمضان بالذات ايش الاشياء اللي بالفعل واجب انت نعطيهم يحسن مثلا عادلهم كيف لازم يسحبوا كيف لازم يحاربوا كيف لازم يعطوا المسيرة المضبوطة للفوتبول نعم تمريره مضبوطة كيف لازم يضع فوتبول مضبوط براسه كيف لازم حتى عين الواحد يمشي مع الفوتبول كيف لازم يرفع راسه كيف لازم يطلع شمال ويمين كل هاي اشياء طبعا ندربهم فيها شوي شوي ونتقدم مهم كثير في هاي الاشياء كلها بجيل زي هذا الموجود معكم اكيد لا شك اليوم كل العالم يعني الفوتبول يبدا طبعا من الاولاد الصغار صعب انك تلاقي لعيب فوتبول يبدا من جيل كبير ويكون عنده كل القدرات او الفن يسموها التحكم بالكرة كل هاي الاشياء اذا ما تعلمهاش وهو صغير صعب تعلمها وهو المجموعة الثانية هي للأولاد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و12، ويشرف على تدريبهم المدرب علي أبو غانم. واضح أن هذه المجموعة تمتاز بفكرة أعمق وأوسع، وهنا نشاهدهم أثناء تدريب مع الكرة بالرقص. هذه المجموعة سجلت في اتحاد الكرة وستبدأ مباريات الدوري الرسمي. سعيد، التمارين اللي موجود فيها هون في المدرسة، إيش أفادتها؟ أشياء كثيرة اجتمعنا مع بعض وصرنا أصحاب مثلا في المدارس، أي مدارس كثيرة مثلا المحطة والصحراء والياسمين مدرستنا المنى، استفدنا نصير أصحاب ونمشي. بالنسبة للرياضة كرة القدم أنت عندك 11 12 سنة، هل بتشوف منها في بالفعل اولاد موهوبين ممكن يطلع منهم شيء؟ بالفعل بنجيب حوالي 5 6 لاعبين يعني ان شاء الله لهم مستقبل كبير ان شاء الله، وراح نشوفهم ان شاء الله بدرجات عليا ان شاء الله.
ليش مهم انه هذا الجيل اللي يدخل الدوري يدفعش نفسه؟ عندنا في البيت اصلا ما اول مره ما كان موجود شيء زي هذا، فقررنا الشيء هذا انه نبدا من اولاد صغار على اساس ان شاء الله يكون فريق عربي من الوسط من الجد يعني يكون في الدرجات الاعلى في الدوري الصغير. تصنع اشياء كثيره عشان فعلا عشان نصنع اشياء. هذه هي المجموعه هي الثالثه والاخيره وهي الاكبر سنا. معدل الاعمار هو بين 13 و 14. مفاهيم لعبة كرة القدم لديهم أوسع طبعا من المجموعات الأخرى، لذا فإن طريقة التدريب تختلف نسبيا واللاعب يجد نفسه مؤهلا للانخراط في فرق مختلفة في الشبكة. أي وظيفة في الملعب تحب تلعب هذا؟ لا بصر. مين مثلك الأعلى؟ مين يعني اللعيب اللي تفكر انك او تحب تصير زيه؟ جاد سبحان الله 14 سنة هذول مسؤولية ومسؤولية مادية كبيرة، كيف ممكن تمولوا هذا المشوار؟ بصراحة في بداية المشوار توجهنا لعدة مؤسسات منها بلدية البيض فدعمتنا من ناحية الملاعب وقسم من فضائل اللي انت شايف الأولاد عمالة بتدربوا. أنتوا قررتوا إنه كنت مهتم تستمر على إنه المدربين يكونوا مدربين مؤهلين؟ طبعا من ناحيتنا احنا في البداية الست مدربين من الإخوة اللي بيدربوا عندنا طبعا مجاني بدربوا مجاني كلهم دربوا او مروا دوره تدريب في بنيا الكليه.